قانون الصحافة في المغرب في كثير من الحالات لم يكن مشكل قانون، كان مشكل السلطة مع خصومها، أي تصفية الحسابات مع الذين ينتقدون السلطة، إما معارضة أو صحافة مستقلة. لم يكن وأكرر مشكل قوانين أو جهل القضاة، ولكن كان مشكل السلطة التي تقحم القضاء، وحيث أن القضاء لم يكن يتوفر على الاستقلال، فقد كان يسير في الاتجاه المرغوب فيه ضدا على حرية الرأي والتعبير. الآن هناك تطور إيجابي فيما يخص هذا القانون، بدأ التطور إيجابي سنة 2002، ولكن الآن سيستكمل، والاتجاه الذي نقوم به في نطاق تشريع هو اتجاه إيجابي بإلغاء العقوبات السالبة للحرية إلى آخره، ولكن ليس هذا هو المهم كما أقول. دائما القضاء مهم جدا، وأتمنى أن المشروع الحوار الجاري حاليا حول إصلاح القضاء أن يمشي إلى نهايته ولو بتدرج.